اوكي، محاضرة ال retention name factors يعني تحفظها تعداد interfacial surface tension. هاي من عندنا مثلا هنا ليكويد قليل او مي هنا، واجي مثلا اخلي كلاس عليها راح اشوف الكلاس بقوه ينسحب لان subsistence بين السطحين من اكو فيلم اوف ليكويد، يعني ليكويد قليل. تمام، هاي ملاحظيها اكثرنا. بنفس الوقت تصير بين الدنشر والميوكوزا. اوكي، والليكويد شنو هو؟ السلايفا نعرف. الاتيجن هاي فيزيكال فيزيكال فورس. اوكي، الاتراكشن بتوين تو ديفرنت تايبس اوف مولكيولز، يعني ماكو داعي قلنا تذكرت صراحه او قلت مال المي ويا مال الجلاس، الجلاس مالته ويا جزيئات القزاز. ريتينشن طبعا ريتينشن ازداد ويا ازدياد الاتيجن، يعني علاقات ارضيه. تمام، والماندبل بالماندبل دينتشر سمول جوز فيري فلات الفيو ريج راح يصير ليس ادهيجن لان الاريا قليله اقل. تمام، والزيروستوميا هاي الدراي ماوث هنا راح يصير عندنا ادهيجن بتوين دينتشر بيس اند دراي ميوكوزا. طبعا هنا راح وين ياثر لنا الزيروستوميا؟ راح ياثر لنا على التنش انترفيشال، شو اسمه، انترفيشال سيرفيس تنشن. تمام، لان هنا الليكويد قليل و not very effective و mucosal يسبب لنا laceration و abrasions. cohesion هاي نفس المولكيولات attraction of each other like molecules of each other within the layer of interposed saliva maintains integrity. normal saliva not very cohesive. اوكي، طبعا الكوهيزف هنا عندنا يقلل الريتينشن عكس الاتيجن. تمام، بس اذا صار بيها ميوسينيوس، هاي ميوسينيوس شو راح يصير بيها؟ راح يزداد الكويزف وبالتالي شنو راح يقلل التنشين. السيارة اورال اند فيشال ماسكوليتشر ذني ما اعتقد يعني بيها شي، ما بي شي صعب. اتموسفيريك برجر، اتموسفيريك البرجر يعني الضغط الجوي، يعني ثاني وكل شي هنا اكو ضغط مال هواء عليه، ضغط ارتفاع ال الشي صحول الاير. اوكي، السبيس هاي المتوسة اير يعني طبعا ارتفاعها كم كيلومتر. هنا شنو ريزيست ديسلوجمنت، يعني هذا اتموسفيريك بريشر يفيدنا بالريتينشن. ريزيست شلون طفت، هذا ريزيست ديسلوجمنت فورسز تو دينشر وذن وذ ان افكتيف سيل كولد. هذا السكشن تحفظوا التعريف، suction resistance to removal from the basal seat. okay, pressure between the tissues and denture drops below the atmospheric pressure. شو يصير؟ resist displacement. شلون يصير هذا؟ ليش يقل؟ شايفين من نتس مثلا هذا المي لعيونه وما اعرف شلون تخلي هنا قطعة من الكرتون وبعدين ندوره وما توقع الكرتونة، لان هنا الضغط الجوي بين الكرتونة والمي ماكو هواء راح يصير جوا، فبالتالي الضغط الجوي بداخل الجلاس او بين الجلاس بين المي والكرتونة تقريبا يصير قليل كلش. فمنو يدفع؟ يدفع الضغط مال العمود مال الهواء الموجود بالجو هنا. فشي يصير بيه؟ يصير تنشن ما توقع. نفس الحالة هنا بنخلي الدنشر مثلا بالابر، شو اسمه، الضغط الجوي راح يصير لان ماكو برشر اير برشر بين ال شو اسمه بين ال دنشر بيس والميوكوزا او البلت. تمام، فالضغط الجوي راح يضغط على هاي البيس على الدنشر بيس ما راح يخليها توقع. هو هذا retention increase area by the area covered by the denture. هاي اتصور انها increase most effective in retention when denture has a perfect seal area. شوف، لان هنا اذا ماكو سيل راح يطب الهواء وبالتالي راح يصير neutralization بال air pressure. undercuts يعني has retention modest gravity. طبعا هنا gravity عندنا اثنين تأثر على كلهن، تأثر على المكزلة وعلى الماندبل. retentive force وين؟ بالماندبل، بالماندبل retentive force mandible displacive for maxillary، لان ندري الماكزلري شنو يعني من توقف انت توقفين الجاذبية راح تسحب الماكزلري يوقع لي جوا.
when the person is upright. طبعا من واقف اذا تقلبه على راسه تحطه على راسه رجليه اللي فوق راح يصير بالعكس. heavy maxillary prosthesis onset if the other retentive forces suboptimal. كون شو اسمه الماكسيلاري بروستيسيس كون صير لايت ان ويت تمام حتى نعرف الجاذبيه ويا الوزن. increase the weight of mandibular denture beneficial when the other retentive factors are marginal. من عندك مثلا ريتنشن قليل عندك فتقدر شو تسوي تزود ال شو اسمه الوزن او الويت مالت شو اسمه مال ماندبل دينشر حتى الجاذبيه تعمل ريتنشن هنا يزداد. دينشر ادهيزف صار ما ياسر بس ما بيها شيء ما اعتقد بيها شيء ما بي شيء. objections اعتراضات grain texture of the powder اي objections تقريبا disadvantage يعني اعتراضات او disadvantage نفس العبارة يجوز يعني حسب ما موجود خلال التناسق مع النص. هاي هي